اهلا بكم في فيديو جديد معكم من حلف على التصوير كل ما يخص صور الفيديوهات. مش عارف اقول ايه بصراحه، مش عارف اقول ايه بس يعني خلينا ننجز ونخش في الموضوع. فكنا من فتره الغياب والجو ده، فايه نخش في الموضوع على طول. بصوا يا جماعه، النهارده انا جاي اكلمكم عن حاجه مهمه جدا هتفرق مع كل الناس اللي نفسها تعمل كولابوريشن بشكل بروفيشنال وشكل يعني ما يبقاش داخل اللي هو مش عارف انا هقول ايه، يا ترى هقول ايه، يا ترى هعمل ايه، هعبر عن اللي انا عايزه ازاي، هوصف ايه، او ايه اللي انا محتاجه علشان اكلم حد بشكل رسمي او شكل بروفيشنال شويه في ان انا عايز اعمل معاه كولابوريشن في شوت او اعمل معاه شوت حتى بيد وبفلوس وكده. في طريقه معينه انك انت تخش بشكل بروفيشنال وشكل تحسك ان ناس كده وانت داخل ومظبط دنيتك، يعني حاجه واحده مش هتقعد ترغي بقى وتفسر وتشرح وهعمل واسوي، هي حاجه واحده تبعتها وشكرا على كده. الا وهي المود بورد. المود بوردز متقسمه كذا حاجه، في فوتوغرافي دايركشن وفي ستايلنج وفي في ايه تاني والنبي، هم دول بس تقريبا يعني. بس بيبقى فوتوغرافي دايركشن، وبرضو ساعات بيبقى فيه فيديوغرافي دايركشن ده تاني، بس يعني القصه مش بتبقى كده يعني. بيبقى فوتوغرافي دايركشن عموما طريقه التصوير او الفايب اللي انا عايز اعمله، وبعد كده الفيديو ده بقى ايه ربنا يسهل له حاله يعني. المهم، فالستايلنج ده مش قصتنا احنا خالص، احنا كمصورين مش قصتنا، وهحكي لكم الغلطات اللي انا عديت بيها في موضوع المود بوردز ده. اول حاجه، انت المود بورد بتاعتك لازم بتكون بتوضح فيها انت ناوي تعمل ايه، عندك كونسبت. اول حاجه طبعا بتبدا بالعنوان بتاع الفوتوشوت، تمام. بعد كده بتخش لو عندك كونسبت للشوت، انا مثلا انا عايز الشوت ده مثلا اعمل بيه حاجه تفكرني مش عارف بالسبعينات بالثمانينات عايز اعمل حاجه. لحظه واحده، الو، عودنا، احنا وصلنا لايه؟ احنا وصلنا للكونسبت، تمام كده. بعد ما بتخلص الكونسبت بتاعك وتشرحه وتفسره كده، ولو عايز رسومات، لو عايز توضح الكونسبت بتاعك رسومات، ارسم حاجه هبله جدا، مجرد سكتش بسيط بايدك او سكتش بسيط على الفوتوشوب او اي حاجه. وبعد كده خلاص خلصنا مرحله الكونسبت، نخش على الريفرنس. الريفرنس يا سيدي ده بقى بتجيب صور انت يعني المفروض ان احنا مش بننحت من الموضوع. يعني مثلا انا عايز اجيب جو السبعينات، ماشي، انا مش عارف قافش في السبعينات ليه، بس يعني انا من يوم الازرق، الو، قعدنا تاني. بعد كده بخلص الريفرنس، يعني الريفرنس بتجيب، احنا اتكلمنا في السبعينات، فانت مثلا عايز تجيب، عايز تعمل الفايب ده، مش بتجيب الصوره او الكادر اللي انت عايز تعمله، لا، انت بتجيب المود. خلاص يا جماعه انا هجيب بقى صور من السبعينات على بوسترات من السبعينات عليها مش عارف حد لابس ايه بتاع ايه، فاهم؟ عباره عن انك انت بتوصل المود اللي انت ناوي تعمله. بعد ما بتخلص الريفرنس بتخش على اللوكيشن، عايز تصور فين، المكان اللي انت عايزه، بتسال، تبدا تسال بقى حد، لو انت مش عارف لوكيشن زي يعني تبدا تسال، ما يا جماعه ما حدش يعرف مكان شبه حاجه زي ده، شبه زي ده. تخلص الموضوع ده وتكتب طبعا الوقت اللي انت عايز تصور فيه، لو انت معتمد على ناتشرال لايت فانت بتكتب معايا الوقت، بتكتب اللوكيشن في مكان الكذا الساعه كذا، كله يبقى موجود. في غلطه انا كنت بعملها الاول، ودي كانت بسبب ان انا اللي بكون مسؤول عن كل حاجه في الشوت، الا وهي ان انا كنت كمان بختار البراندز اللي انا عايز الستايلست تكلمهم وتاخد منهم اللبس وكده. ودي غلطه تعرضت لها بقى ايه لما بدات اتعامل بشكل مع ناس بروفيشنال حبتين. جيت اعرض عليهم قالوا لي لا، يعني احنا خلاص احنا عرفنا المود اللي انت عايزه، واحنا هنختار الايتيمز اللي تليق من اي براند بقى عادي، من مش عاديه، اي براند هم عارفينها يعني. فيعني خرج نفسك من قصه الستايلنج وتجيب البراندات مين واللبس مين وكده. فانت كل اللي عليك انك انت بتظبط موضوع الفوتوغرافي دايركشن، قلنا العنوان، وبعد كده الكونسبت، وبعد كده الريفرنس، وبعد كده اللوكيشن والوقت، وثانك يو في الاخر. بعد كده هتجيب الكلام ده كله طبعا بيتظبط على الفوتوشوب، وتعمله بي دي اف، وتسمي البي دي اف باسم الشوت بتاعك، وشكرا على كده. تبدا عشان لو انت عايز تتواصل مع حد على انستجرام هترفع البي دي اف دي على الدرايف وتبعت للناس، هلو مش عارف ايه، انا I'd love to make a collaboration shoot with you، او حتى او فوتوشوت with you او اي حاجه.
وبعد كده تحط اللينك وشكرا بس. This is my photography direction. شكرا على كده وخيرك كلام اقل ادل، وكل حاجه بتاعتك مرصوصه في البي دي اف، انت عايز تعمل ايه وتصور فين والساعه كام وكده. وممكن في احتماليه ان انت تضيف حد انت كموديل، يعني ان انت خلاص كلمت الشخص ده وبرده بس لا يعني بلاش تحط الشخص اللي انت هتكلمه، لان مثلا ممكن تبعت الفوتوغرافي دايركشن لحد ما يردش عليك فاهم، فتضطر ترجع تغير الحد اللي انت اصلا حاطه في البي دي اف وتحط واحد تاني انت هتكلمه كده تروح داخل فانت حط بس الفوتوغرافي دايركشن، مش دعوه بقى بموديل مين بتاع ده، الكلام ده اللي انت هتحدده بقى. يعني مثلا عايز تكلم الموديل دي تروح بعت لها البي دي اف دي، احنا هنعمل كذا 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 الساعه كذا في اللوكيشن كذا وبس كده، تبعت للستايلست كذا كذا كذا، اول ما الموديل توافق خلاص الستايلست كذا تبعت لها البي دي اف وتقول لها ان انا مسج كده معايا الموديل دي او معايا السليبرتي دي خلاص بس كده. فانت كل اللي عليك انك بتعمل فوتوغرافي دايركشن مود بورد. بعد كده يعني انت ما بتدي الفوتوغرافي دايركشن المود بورد دي للستايلست، هي بتعمل بقى تاني حاجه اسمها ستايلنج مود بورد، دي بقى بتبدا تختار لك اللبس، احنا هنجيب اللبس ده، انا شفت الطقم ده في البراند الفلانيه دي هيليه مع المود اللي انت عايزه، مش عارف الشوز من البراند دي والشنطه من البراند دي والاكسسوارز من البراند دي، وانا اعرف ميك اب ارتست بقى في كمان ميك اب، بس يعني دي بتبقى على الستايلست يعني برضو ميك اب بيبقى لايق على المود، فبرضو الستايلست بتحط ايه ريفرنس للميك اب والهير كمان. بس يا سيدي وبرضه لما بتكلم الميك اب او الهير ستايلست بتبعت له المود بورد بتاعت الفوتوغرافي لده ولده، يعني هي المود الفوتوغرافي مود بورد هي اللي بتحدد لك كل حاجه، تبعتها لكل الناس اللي انت عايز تتعاون معاهم في الشوت وبس يا سيدي. خلص الموضوع على كده. ثانك يو. لا ثانك يو ايه، احنا كنا بنعمل حاجه يا نهار اسود، احنا كنا بنعمل ايه والله العظيم نسيت. اه don't forget to subscribe and like and comment with your opinion about this fucking episode. Thank you. Goodbye. 10 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